شيخ كمال حمزي حلبي من رؤساء الدفاع عن الارض. وين احنا اليوم في قضية الارض؟ المضبوط. طلع نحن اليوم في قضية الأرض بعد نحن مستمرين. طلع بالنسبة للأجواء السياسية الموجودة نحن بتأثرش علينا الأجواء السياسية لأنه نحن مش تابعين تقريبا للسياسة المحلية اللي هي قضية داخلية. نحن قضيتنا قضية الأرض هي قضية مصرية اللي نحن مسكينا صلنا حوالي 12 سنة ولحد يوم من هذا. وهي القضية نسبة لنا هي قضية من سلم أولويات في دارة الكرم العسفية وكما حتى الوسط الدرزي نسبة لقضية الأرض. اليوم نحن نسبة للقضية مثلا نقول على الأرض المنصورة والجلمة في مفاوضات على خط الغاز انه ينقلوه من ارض الدالية حطوه على محاذاة ارض الدالية اللي ينعمل في ارض حد يقنع لحد اسا بعد مفاوضات تقريبا جارية بالنسبة لعبر اسرائيل وخط عبر اسرائيل والمفترق الطرق اكبر مفترق طرق اللي بده ينعمل على ارض دالية الكرم العسفية. هذا بده يكون طبعا في هبة قوية اللي نحن نتصدى لهذا الاشي اللي ينعملش الا الموافقة اذا بيكون في اشي الاقناع لاهالي صاحبين الاراضي طبعا انه ينعمل دلم اقبال دلم زي ما نحن اتفقنا معهم لحد هاي الدقيقة انعطى دلم اقبال دلم طابو اقبال طامو في الدالية اقبال ادلوم اللي تحت وما تبقى من اراضي اللي هي بدوش يكون فيها اي شيء ينعمل تابة لمستقبل اراضي تكون محلات مركز مسحري في تعسية في كل هاي الاشياء. من المكاتب اللي عم بتعالج الامور قدام اللجنه الشعبيه؟ وزاره البنيه التحتيه اللي كانت على زمان فؤاد ابن العزر لما تقابلنا نحن وياه حتى 4-5 جلسات في هاي القضيه ولحد يومنا هذا واستمر في الوزاره هاي لحتى يومنا هذا. وفي بعد وزير المواصلات جديد طبعا في قعدوا معه الشباب قبل مده بسيطه ونحن في مفاوضات مستمره. نحن زي ما قلت نحن قضيتنا قضيه مصريه قضيه ارض وليس قضيه سياسيه. للاسف الشديد اليوم كل الناس هتتعاطى في السياسة وفي السياسة الداخلية لكن احنا قضيتنا في قضية الأرض في أعلى من كل قضية موجودة. على مبر الأخ حسين نقول نحن أهالي بلد واحد هالبلد واحد وقضيتنا قضية مصرية قضية مشتركة لجميع عائلات دالية الكرمل. نحن كلجنة شعبية للدفاع عن أراضي الكرمل بنقول لكل واحد فرد في دالية الكرمل من جميع عائلاتها بغير أي تفرقة نحن مصير قضيتنا قضية مصرية وليس قضية داخلية اللي هي قضية الأرض وقضية مصيرنا وجداننا وجودنا في هاي البلد كل عائلات وفئات الدالية. وأنا بعرف بديش يعني تطرق للأشياء السياسية اللي موجودة اليوم دوم زي ما أنت بتشوف دالية الكرمل أو عائلات دالية الكرمل كلها اليوم في جسم واحد كلها في عائلة واحدة كلها ما في فرد في هاي الدالية أو من عائلة حلبي أو نصر الدين أو حسون أو احساسي او كل عائلة الا موجود قرابة يوم في قرب الدم بيناتهم. ولا يعقل انه نحن إن يعني اليوم بتوصخ هذا كي يحكي كلام قاسي او يحكي اللي يبعد الهايون. للأسف الشديد نحن اليوم عم نقول عن مشاكل طائفية. للأسف الشديد عاد ترجع هاي الأشياء الضعيفة والضيقة اللي أنا بطلب من كل أهلي في دالة الكرمل وعسفية والقرى الدرزية عامة إنه هاي ما يطلعوا فيها إنه عندنا أشياء مصرية اليوم مع الدولة. اليوم بالنسبة لهاي القضية يا أخسين مستمعين قضيتنا في قضية الأرض وقضية المجلس وقضية البلديات وقضية يعني اليوم لما اليوم دالة الكرمل صلى اشهر اليوم لسه انا شخصيا يعني عندي في بيتي فيش عندي مي صلي شهرين اللي بس تيجي المي عقب الساعة 2 او 1 وجه الصبح اللي انا واحد من كل افراد هاي البلد اللي عصبول من هذا الوضع الموجود. انا بطلب طلب واحد انه كل اهل بلدي يكونوا وقفوا وحدة انه قضيتها مش قضية مع افراد هاي البلد لا من عائلة هاي ولا من عائلة الثانية. قضيتنا هي قضية مع المؤسسة الحاكمة بدولة اسرائيل اللي هي عم بتعملنا انا بقولها بعد بقولها وبعد بقولها ليذلونا في إذلال لإلنا في قضية المجالس في قضية الأرض في قضية الميزانيات في قضية لا يعقل إنه بدك تيجي تقولي 100 مليون شيكل ندفعه لا رمزي لا فهمي لا ككرم يا عمي 100 مليون شيكل لا بيحلوا مشكلة بلد وبلد كبيرة صار كمدينة وهي الأشياء أنا بعرفها هي قضية إذلال وبس في هاي القضية. عشان هيك بدنا توحيد الصفوف من جميع أقطابها من جميع فئاتها من جميع عائلاتها يكونوا يد واحدة. يعني راحت قضيتنا زي ما قال المثل العربي بين حانا ومانا عشان نحن ننسى القضية اللي هي القضية الرسمية هي قضية بلدنا وأهلنا في دالة الكرمل.
قضية بيتجان هي قضية لأهالي دار عائلة أبو عفو، حياة المرحوم أبو عفو قاسم من بيتجان، اللي هون عنده 3 شباب لعمره 3 دور، اللي هي محاداة لأراضي، يعني هي بتيجي حد في جنب العمار، يعني ما مش يعني إذا بتسمع إنه الأرض هاي في البارك أو بتسمع إنه أرض بعيدة، لا، هي أرض حتى كهرباء مي، حتى بالعكس بجانب البيوت. لكن البارك مثلا تنازل عن حقه، لكن اليوم في الدولة في شيء اسمه اليوم عمل تضييق خناق لجميع القرى الدرزية في إنه في البلاد تضييق، نأخذ من الكرمل حتى بيتجن، حتى بيتجن، حتى حرفيش، حتى كل قرية والبقيعة، كل قرية درزية اليوم عم يضايقوا الخناق عليها، ليعملونها زي 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 محنة زي المحلات في غزة أو في محل في الهي، أو العكس اليوم تطلع على يقنعم توسيع خوارة هيكلية ليقنعم بالآلاف الدولومات. هذا سعد مسؤول عليه الدولة ولا مسؤول عليه الرئيس الحالي للجنة التخطيط وانت بتعرف هاي الأشياء؟ مظبوط، أنا بقدرش بلوم لا رئيس بلد ولا رئيس مجلس، لا فعلا بتلوم الدولة، لا أنا بلوم بس الدولة. لا دولة، ليش الدولة؟ دولة لما أنا في خارطة دالة الكرم العين دالة 300 أو خارطة انعملت في خوارط انعملت صلى 25 سنة ما انعملتش خارطة في دالة الكرم. لما في خارطة، لما أنا بقدم على زمان فيمي قدم خارطة، على زمان بعزام قدم خارطة، على زمان رمزي قدم خارطة، أكرم قدم خارطة، لحد اليوم فيش ولا خارطة من هذه الخارطات موافق عليها، إلا بالعكس آخر خارطة اللي انعملت في عين دالة 300 خارطة أكرم حسو أكرم آخر خارطة اللي هي موجودة اليوم لا بتحيي حجيات دالة الكرم من عمار. العين دالة 300 هي خارطة دالة الكرمل اللي أنا لا بدي لوم لا أكرم ولا رمزي ولا فهمي، أرض أنا بلوم السلطة في دولة إسرائيل، لو هي حابة الناقة والجمل زي ما قالوا كان وسعت الخوارط دالة الكرمل لتوصل لتحتيجيات دالة الكرمل. لما للأسف الشديد اليوم عندنا حوالي 650 بيت في دالة الكرمل اللي هو بعده مش في نطاق الخارطة الهيكلية، يعني إسه إذا أنا بدأت تكون اليوم أرض دار بيت جن دار عفو هذا بدأت تكون سابقة قضائية لكل الطائفة الدرزية، مش لدار قاسم في بيت جن. ليش؟ إنه هاي إذا إسه اليوم عملوا نص مليون شيكل حكم وثلاث دورها بعض، معناها بدك تقول شوف اللي بده يجي يهبط في بيت جن بده يهبط في دالة الكرمل. عشان هيك نحن لا نسمح بعد مرة لأي واحد في الدنيا إنه يتمادى على أرضنا وعلى بيتنا وعلى كرامتنا. وانا بطلب حذر دولة إسرائيل من هنا لعندها انه لا يعقل انك تهبط دار في القرى العربية الدرزية. ليش؟ نحن الشعب اللي اعطينا شو فيش واحد في الدنيا اعطاه لهي الدولة من دم من 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 من, من مساعدة على ارض وحماية ارض دولة إسرائيل. وللأسف الشديد اليوم انت تيجي هبط لي داري تسرق لي ارضي، هذا 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 اشي. ولكن انا بعد ما صارش في الطائفة الدرزية لحد اسا مساء، اما لما اسا انجا مثلا لما كنا في الاجتماع الاخراني في بيجان كان جاي تساب هاريسات تساب تهبيط للهدم للثلاث بيوت تهبيطهم رسمي، تساب رسمي مع 5 مليون شيكل، والشباب هذول يروحوا على 6 أشهر حبس. الاخر في حلبي فلا شك انه له عنده يعني ايد قويه وايد اللي هي اشتغلت في الاعلام الاسرائيلي، وهو من المخضرمين في هاي الدوله في هاي الطائفه الدرزيه اللي اشتغل كثير. انا بتذكره على زمان حرب لبنان حتى يومنا هذا كيف كان يساعد في الاذاعه والتلفزيون لا 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 لطائفته ولشعبه لامته العربيه الدرزيه ولحتى يومنا هذا. وانا كثير انا يعني بقول انه يعني ربنا يكثر من امثاله اللي هو عم بيحكي في كل منبر، عم بيحكي في قضية الطائفة وعم بيحكي في قضية المشاكل اللي هي متواجهة فيها الأبناء الطائفة الدرزية في هاي البلاد. شيخ كمال شكرا. عفوا.